السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بأمر الله دلوقتي هنجهز المرمى دي على الكابينة. المرمى دي كنا بطلناها فيلر، نزلنا مقصورها ومعجناها وصنفرناها وبطلناها في فيديو لوحده، وهتلاقيه في الوصف عندك، وهتلاقيه ان شاء الله في علامة اي اللي فوق، هو وفيديو بتاع مرحلة الرش بأمر الله هتلاقيهم موجودين. تمام، دلوقتي احنا بعد ما خلصنا مرحلة البطانة دلوقتي لزقنا الحواف اللي هو حوالين الاجزاء اللي هتترش. طبعا الاجزاء اللي حواليها مش هترش، فبنلزقها عشان خاطر ما يجيش عليها صنفر او حاجة. وطبعا احنا عارفين اول حاجة بناخدها الحروف، يعني بنصنفر بيكون معانا قطعة صنفرة 320، بناخد حروف الفيلر وباقي الحروف بنجيب صنفرة اسفنجية ناعمة بتعادل تقريبا صنفرة 500 او 600. بنعدي على الصنفرة 320 عشان خاطر ما تعملش خربشة. وهنا زي ما احنا شايفين الباب اللي جنبينا دوت الباب دوت جزء منه هياخد بوية وهياخد ورنيش، فبنجيب صنفرة الطرفين، يعني صنفرة اسفنجية ناعمة جدا بناخد بيها المزانق والحروف وتحت الكاوتش. مهمة جدا النقط دي اللي احنا نصنفر المزانق كويس قوي. تمام، يبقى احنا اول حاجة خدناها قبل ما نخش على المرمى لزقنا الحواف اللي هي الاجزاء اللي جنب الاجزاء اللي هتترش عشان خاطر ما يجيش عليها صنفرة او حاجة. وبعد كده خدنا الحروف الفيلر ب 320 او 400، وبعد كده خدنا بقية الحاجات اللي هي هتطفي بالصنفرة السوبر فاين للاماكن اللي عند الفيلر، والترا فاين للاماكن اللي هتاخد ورنيش. وفي فيديو ان شاء الله هتلاقيه في الوصف بنوضح فيه معنى الصنفرة الاسفنجية دي واستخداماتها، هي هتلاقيه برضك في الديسكريبشن ان شاء الله وعلامة اي فوق في الوصف، وهتلاقيه في الوصف تحت يعني. تمام، احنا كده خدنا الحروف. بنجيب بقى صنفرة مكنة مدارية خمسة او ثلاثة، مش هيجرى حاجة، لكن خمسة برضك كويسة يعني هتخلصك. تمام، مكنة مدارية خمسة، وبنصنفر الفيلر بصنفرة 400 زي ما احنا شايفين. بنصنفر الفيلر بيها. ممكن تشتغل دلوقتي يعني مبدئيا تخش كده هو من غير وسيط، وممكن تشتغل برضك خلي بالك ب 320، يعني تشتغل دلوقتي هنفرض ان في المكنة دي 320 هتصنفر عادي جدا ب 320، مفيش اي مشاكل بالمكنة اللي معاك ديت. وبعد ال 320 بتجيب بال بس 400، بعد ال 320 400 ماشي. وادام انت شغال 320 بالمكنة ممكن تشتغل بعد ال 320 500 بالمكنة برضو، يعني انت تشتغل 300 وتركب الوسيط وانت شغال بال 500 تركب الوسيط ماشي. يعني احنا شغالين دلوقتي بالصنفرة 320، هنفرض انها 320 او مفيش مشاكل على فكرة 320 او 400 عادي، لان انت كده كده هتضرب دلوقتي 320. دي صنفرة دلوقتي معانا 320، طبعا هنصنفر الفيلر بالطول وبالعرض، وهناخد سامبوكسات زي ما احنا شايفين عشان خاطر نظبط، لان الجزء ده كان عنده معجون. لو رجعت للفيديو بتاع تجهيز المعجون هتلاقي الحتة دي كان عليها معجون، واخدة كمية معجون ماشي ومظبوطة ومتصنفرة. طبعا يعني الحمد لله شغل بفضل الله احترافي، المعجون محطوط بالظبط ولا هو كتير ولا هو قليل، بفضل الله هترجع للفيديو هيعجبك ان شاء الله ماشي. طبعا بنصنفر هنا بالكاوتش، يعني احنا خدنا اول حاجة بالمكنة وبنشيك البلوك، بتركب الكاوتشه برضك بتظبط معاك اكتر. شايف احنا شغالين سامبوكسات ازاي؟ تصنفر بقى بالطول وبالعرض وسامبوكس يمين وشمال وتشيك عليها وانت شغال عشان خاطر تظبطها وتوصل لاحسن جوده بفضل الله. يعني زي ما احنا شغالين الجزء دول بقى، النقطه اللي هي المهمه قوي، انت بتصنفر الجزء دول الفيلر ب 400 تمام كده اهون. انت دلوقتي بعد ما خدت بالصنفار الاول بال 320 او بال 400 وبعد كده بالبلوك، دلوقتي انت ركبت الوسيط. دلوقتي احنا اللي في الاول ما كناش شغالين بالوسيط عادي عشان خاطر ياكل معانا يظبط وياكل معاك الفيلر ماشي. بمرحله ال 500 بتركب الوسيط الجزء دون اللي هو الفيلر بال 400 تمام. طيب والاجزاء اللي بعديها ايه بعد ال 400؟ هنشوف دلوقتي ان شاء الله برضك نقطه مهمه قوي. هنا احنا خدنا بال 500 وممكن تشتغل بال 500 بعد ال 320 ادام ال 320 على المكنه، واخد بالك معايا؟ يعني انت ادام مركب ال 320 على المكنه ممكن تشتغل بال 500
بالماكنه مفيش اي مشاكل، لكن ما تجيش تركب ال 320 على البلوك وترجع تصنفر بال 500 بالوسيط او من غير وسيط، ماشي؟ لا ما ينفعش، لازم بقى دام ركبت 320 على البلوك مش على المكنه لازم ترجع تصنفر بال 400، تمام؟ ليه؟ لان من غير وسيط بتدي خشنه اعلى. بعد ما خدنا بالمكان طبعا احنا خدنا الباب اللي عليه الفلور ب 500، وبتاخد جزء قيمه 20 سنتي من الباب اللي ورا ده بردك بال 500، تمام؟ وبترجع بقى تطفي الباب كله بال 800، يعني الاماكن اللي هي هتاخد ورنيش بتفطم بال 800 وترش عليها ورنيش كده. احنا مركبين الوسيط صنفره 800 وطفينا الشغل كله، تمام؟ عشان خاطر نكون عارفين صنفرنا الفيلر زي ما احنا شايفين باب امامي الفيلر على قده بال 400، تمام؟ وبعد كده مشينا عليه بال 500 على قد الفيلر بردك و20 سنتي من باب ورا. ليه؟ علشان خاطر باب ورا هيرجع ياخد بيز زيه زي الباب لون يعني، تمام؟ فانت بتقلل الستكنس او الدهانات او الطبقه اللي عليه شويه، لانه هيتعامل هياخد اكتر من طبقه، فانت بتقلل منه، تمام؟ بالصنفره ال 500 بتقلل الكثافه بتاعه الورنيش اللي موجود على الباب خلفي، تمام؟ زي ما احنا شفنا التحديد قد ايه. وبعد كده بترجع تطفي الشغل كله بقيه الباب الامامي وبقيه الباب الخلفي بصنفره 800 الاماكن اللي هي هينزل عليها البلند او البلندنج والورنيش، تمام؟ يا ريت لو في اي حاجه الله يكرمكم مش واضحه تسيبوا لنا ان شاء الله في التعليقات وهنجاوب عليها. وبترجع بقى انت بتنفض بالهواء والفوطه زي ما احنا شايفين. ادي الباب بفضل الله، تمام؟ طبعا انت بتشيك لو انت شغال بتمشي ايدك يمين وشمال عشان خاطر تعرف المستوى اللي انت وصلت له، لكن النقطه اللي بناكد عليها اللي هي بالصنفره ال 500 وال 800 انت بتاكل قد ايه. النقطه دي مهمه قوي على فكره، يعني بتاكل جزء من الباب الخلفي بالصنفره ال 500 مع الباب الامامي علشان خاطر تقلل الكثافه شويه من على القطعه يعني. تمام كده بفضل الله تم الموضوع. يا رب الفيديو يكون سهل، ولو في اي حاجة انا ما عرفتش اوصلها او حاجة تسيب لنا في التعليقات ان شاء الله، وبامر الله هنرد على حضرتك. وياريت تعتبر القناة قناتك، لو في اي حد سأل على حاجة وانت عارف المعلومة تجاوبه في التعليقات الله يكرمك، كلنا بنفيد بعض. والله يخليك، ما تنساش اهم حاجة تدعي لامواتك وامواتنا وجميع اموات المسلمين، تدعي لابويا وتدعي لستي وتدعي لكل مريض وكل مهموم وكل واحد ميت. دي يعني هي دي الثمره اللي ان شاء الله هنطلع بيها بالفيديوهات دي. فانت الله يبارك لك، ما تنساش اهم حاجه يعني هو الدعاء. هنا دون نبذك الهون عن الفيديو بتاع مرحله الصنفره والمعجون، والرش هتلاقيه في الوصف ان شاء الله في الديسكريبشن تحت وفي علامه اي فوق. ان شاء الله برضك فيديو هيعجبك، ولو في اي حاجة تعلق ما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك في القناة. وبفضل الله تم الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.